Thank you.
أنا قاومت المنظومة التعليمية الخامجة، المنظومة التعليمية الخامجة والعفنة، واللي أدت إلى نهب الشعب التونسي، سرقة أمواله، ولكن تخريب عقول أطفاله، وأدت لتصحر فكري، وأدت إلى تدني المستوى التعليمي بشكل كبير، لأنه المعرفة لا يتم إنتاج المعرفة بالمال، العقل هو الذي ينتج المعرفة. واليوم إذا نفكروا في إصلاح تعليمي هو إنه الدرس داخل القسم يستوفي كل حقوقه، حتى اللي يقرأ البروبابيليتي يفهمها ويفهمها داخل القسم، وما هوش مضطر باش يدفع 100 و150 دينار اتداد. إنه اليوم لابد القسم تعود له حرمته، ويعود له وزنه، ويعود له دوره الفعال في تكوين العقل البشري في كامل العالم. لم يتراجع العقل البشري، بل كان العقل البشري يتطور دائما، وإنه العقل البشري يتطور كلما مر الزمن، ولا يمكن للعقل البشري أن يعود إلى الوراء إلا في البلاد التونسية، ومن خلال المنظومة التعليمية التي أسسها بن علي في 1989 بمقتضى أمر رئاسي، تراجع العقل البشري في البلاد التونسية، واتهمت أطفالنا، واتهم أطفالنا وفلذات أكبادنا بأن عقولهم ليست في مستوى عقولنا، بل من المفروض أن يكونوا أذكى منا، لأنهم عاشوا تقنيات متطورة وعاشوا مجتمع متطور، وأن العقل البشري حقق انتقالا نوعي كل فترة زمنية محددة. في الألفية الأولى من الميلاد العقل البشري كان محدود، بعد الثورة وبعد عصر الانحطاط بدأ العقل البشري في الإبداع من خلال النهضة الأوروبية، ثم تواصل تطور العقل البشري إلى أن جاء أينشتاين 1920 وأعاد بناء الفكر العلمي، أعاد كل الفكر العلمي من خلال النسبية التي أقرها، وكانت هناك والعقل البشري حقق قطيعة إبستيمولوجية خلال كامل العصور، والعقل البشري تطور دائما وسعى دائما إلى إسعاد الإنسانية، سعى العقل البشري دائما إلى خدمة الإنسانية،
في تونس عصر بن علي تم تخريب عقول أطفالنا وتم نزع الإرادة منهم وجعلهم دائما في حاجة إلى الدعم، دائما أنهم في حاجة إلى الرسكلة، دائما في حاجة إلى إعادة البناء. ولكن هذا الشعب سينتفض وسيؤسس منظومة تعليمية متطورة تجعل الشاب التونسي قادر على العيش في كل الحضارات، تجعل الشاب التونسي بكل قدراته ويكون قادرا على الاختراق، على الاختراع وعلى الإبداع وعلى الإضافة لتاريخ الإنسانية.